عسلامة ناس الكل، مرحبا بكم في الشان متاعي سيريا ريدر ليزوزون سيري. اليوم باش نحكيو على ان ليفغ ان بو تري سبيسيال. على خاطر سي فريمون لا ديفينيسيون دو ليفغ كولت، معناها باش نعطيكم فكرة، سي لو تخوازيام ليفغ لو بلو لو، أكثر كتاب العباد تقراه بعد البيبل إي لو كوران. إلي ترادوي أون 102 لونغ. أنا ما كنتش نعرف اللي فما في الدنيا معناها 102 لونغ. J'ai nommé le seul et unique Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, j'ai comme juste fait que la série à l'auteur, qui est bien sûr un écrivain, mais il était un poète, qui est Yikte Bchar, il était un aviateur, qui est Isouk Tayarat, ou d'ailleurs, qui est Bachaktob Balalakeyevia. Ou d'ailleurs, pour la petite histoire, sa mort reste jusqu'aujourd'hui un mystère absolu. Le Tawem Al-Kawush, comment il est disparu en 1944 dans le large de Marseille en plein vol. Ma yarf had mané kifish met wala win mché wala kifish ou fait mané. B. Le ktib hedeya parmi le hajet et les filles spéciales, il y a on peut pas le mettre dans une seule catégorie. معناها à la fois il peut être abordé comme un conte d'enfant, معناها حكايه نتاع صغار, comme un conte fantastique, comme معناها حكايه خياليه وكذا, comme un conte philosophique. الكتاب هذا زاد تعملوا منه toutes les adaptations possibles, que ce soit تعمل en BD, تعمل في برشا des éditions, معناها تلقاو من les éditions de luxe, l'illustré, شنو هي les éditions les plus basiques. D'ailleurs, mesdames et messieurs, j'ai معرف توا نهار 24 مارس, ما تنساوش باش تاخذوه لرويحكم ولا لصغاركم ولا لصغار صحابكم, لصغار خواتكم, لخواتكم, مي توت فاسون باش تلقاو راكم دي كوبي رخاص برشا وحلوين زيدا. دونك نيزيتي با ا لاشتي. وتوا نقولكم علاش الكتاب شنو هي الحكايه نتاعو. ليستواغ الي تخي سامبل. En fait, il s'agit d'un aviateur qui est à Saint-Exupéry, il sera obligé donc d'atterrir en plein désert. Au fait, Sahara Hedika, Bushikabel, un prince de petite taille, il est le petit prince, ou il est d'ailleurs, une autre planète. ماهيش الارض, جاي من كوكب اخر. البرنس هذا باش يحكي له دونك على لي ديفيرونت رونكونتر. في كل شابيتر باش نلقاو اون بوتيت هيستوار, اون رونكونتر ما بين لو بوتي برنس و ان اوتر بيرسوناج. دونك باش نلقاوه في رحلته معناه من الكوكب نتاعو للارض, كل مره في كوكب باش يلاقي حاجه ولا شخص. فما اون روز, فما ان رونار. Un renard, معناه ثعلب بالحق, مش ثعلب الكلمة اللي يستعملوها التوانسة, سي ان فغي رونار. باش يلقى ان مونارك, باش يقابل ان بيزنس مان اللي هو بروبريتير دي زيتوال, معناه يملك النجوم. وباش يحكي, دونك باش يحكي للتيار جي هذايا على خاطر يل تروف كو لو موند دي زادولت, معناها كيما يقولوا هو لي غراند بيرسون, لو موند دي زادولت اللي تري بيزار, اللي تري ابسورد, معناها ماهوش فاهمو, وباش يحاول يفهمو. دونك باش يحكي له على لي رونكونتر نتاعو هذوما الكل. هذيا سي ليستوار. دونك هذاك علاش ينجم يكون ان كونت بور انفون, على خاطر باش نحكي لكم على مون اكسبيريونس بيرسونيل, انا اللي قريتو برشا 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 مرات, وباش تفهموا علاش تقراه في الاعمار الكل. Primo, l'écriture, معناها كي تقرا au premier degré, elle est vraiment très 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 simple. اي واحد قرا français, حتى مازال كي يقرا في البريمير في الفرونسي, ينجم يقرا. لو بيتي برانس قريتو انا عمري 7 سنين, وقتها انا في بالي في الرابعة ابتدائي اول مرة. سيت ان بور موا سيتي ان افياتور اللي باش يقابل ان بيتي برانس, ان برانس دو بيتي تاي. كيف كبرت شويه وليت في الليسي, معناها في لاج نتاع 14-15 هكاك, في لاج نتاع 15 عام في بالي كي عاودت قريتو, حسيت اني نشبه له لو بوتي برانس, على خاطر مانيش فاهمه لو موند دي زادولت, معناها حتى انا وقتها جو تروفي لو موند دي غراند بيرسون فريمون ابسورد, معناها جو مي سوي ان بو ايدونتيفي ا لوي, لقيت روحي فيه, معناها اللي كيفاش يحكي
نحكي على لي زادولت اللي هما فريمون عندهم دي كومبورتمون وعندهم دي زاتيتود وكل اللي انا مانيش فهمتهم في وقت على خاطر اون بلين ادوليسونس ما شاء الكل كي بديت تكبر شويه ديزون فير 20 ان كي اول ما بديت في الفاك وعاودت قريت مره اخرى وليت نشوف في ان بو دو سيمبوليك وليت نحس اللي مثلا العبيد اللي قابلهم يذوكم في لي ديفيرونت بلانيت سي اون كريتيك دو لا سوسيتي معناها كل بيرسوناج فيهم يمثل نوع نتاع عبيد اللي لا روز مثلا هذيك اللي هي المراه لا روغونت هكايا لاج دو 30 ans توا معناها ما عنديش برشا ملي عاودت قريتو و توا ما خاطر ولينا ان بو سينيك هكايا وكل وقت السينيزم هذاك يدخل في الليكتور نتاعنا دونك تحطو في الكونتكست هيستوريك نتاعو الكتاب تكتب en 1943 دونك en pleine deuxième guerre mondiale d'ailleurs عام قبل ما Saint-Exupéry il disparaît خاطر il était disparu en 44 donc يولي ما عادش يظهر لك هكا لو كونت انوسون ولا لو كونت الجويو اللي كنت تشوف فيه لي تولي تشوف معناها لو كوتي هومان او لو كوتي ان بو ميلانكوليك معناها دو لا شوز فما يقولوا اون ليكتور في 35 ولا في 40 مازلت ما نعرفهاش بوتيتر بيان تو نحكي لكم عليها كي نوصل وقتها نعاود نقرا ليسونسييل اللي الكتاب يتقرا فريمون ا توت اج C'est plein de belles choses, c'est plein d'innocence, c'est plein de candeur, de joie, de beauté. C'est très beau, c'est poétique, c'est aérien, c'est plein de bonnes valeurs. Mané, بالحق, aman, aqrawa. وقريوه لصغاركم وللصغار اللي تعرفوهم الكل لي ليسيان حتى اللي فيكم ما يحبش القرايه وما يحبش الليكتور الكتاب راهو قصير برشا تنجموا تلقاوه اون بي دي تعمل حتى فيلم دانيماسيون اون 2015 جو بونس تعمل اون جو دو سوسيتي تعمل اون بارك داتراكسيون دونك فريمون حتى اذا كان ما تحبوش تقراو جمله اقراو كان الكتاب هذايا ومن بعد تفكروني دونك فوالا ما نحبش نطول عليكم برشا على خاطر الكتاب فريمون يلزم كل واحد ا شاكان سا بروبر ليكتور جو بونس كو سي سا اللي خليه ان ليفر كولت اللي ما فهميش اون تامبوز با اون سينيفيكاسيون ولا اون اكسبليكاسيون لي ا شاكان سا بروبر ليكتور قولوا لي اذا كان قريتوه الكتاب اذا كان تحبوا تقراوه اذا كان قريتوه سورتو ما تنساوش باش تقولوا لي انتوما كومون فوز افي كومبري لو بيتي برانس Et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? C'était tout pour aujourd'hui. Thank you for watching. See you, inshallah, very very soon. Ciao, ciao, ciao!